امبارح الحقيقه كان في لقاء مهم جدا وتوقيته كمان اهم، هو لقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بلاعب الاهلي ومنتخب مصر للسكواش مصطفى عسل، ده طبعا لدعمه في برنامج الاعداد والتاهيل الخاص خلال الثلاثه اشهر المقبله بما يضمن الحفاظ على مستواه الفني للعوده للمنافسات الدوليه مره اخرى. الحقيقه كمان الدكتور اشرف صبحي اكد للاعب طبعا مصطفى عسل بطل العالم على اهتمام الدوله المصريه المستمر باللاعبين والمدربين والشخصيات الرياضية لتقديم الدعم والتشجيع للرياضة وكمان الرياضيين في مصر، ده طبعا مع مناقشة كافة التحديات وسبل تطوير الرياضة المصرية. في الفترة الأخيرة أنا عن نفسي قلتها كذا مرة بأكثر من صيغة، بس يعني بتفيد في الآخر نفس المحتوى، اللي هو فكرة إن نفسي عارفة النجاح المصري المدوي على مستوى العالم اللي متحقق في رياضة الاسكواش نفسي يتم استنساخه في كل الرياضات، يعني نفس النجاح ده، كواليتي النجاح ده والاستدامة اللي فيه تكون موجودة في كل الرياضات. حقيقيين الحقيقة بس ابتدت تنبدأ أرقام حلوة ويعني عالمية، وعندنا كمان نجومنا كلهم عالميين بسم الحقيقة الله في ما شاء كرة الله. لا وبعدين السكواش. مقفلين دايما، يعني دايما أي يعني بيسموها إيه اللي هو هي ترتيب، لعبة الاسكواش لا عموما عندنا، الترتيب بتاع اللعيبة، التصنيف، التصنيف إحنا مسيطرين الحقيقة عليه من دي زمان حقيقة بجد كل لاعبينا ومصطفى كمان تحديدا، طبعا. يعني يمكن كمان عايزين نقول ان هو كان موقوف لمدة 12 اسبوع بس خلاص، يعني ايوه هتنتهي فترة التوقف دي يوم تحديدا 8 اكتوبر. مصطفى الحقيقة عامل سكورز وعامل ارقام كبيرة طبعا جدا طبعا ومشرفة جدا، طبعا وشفناه طبعا بيحتفل خلال هذه البطولات، يعني مصطفى فخر للنادي الاهلي الحقيقة. جدا جدا جدا، ويعني ولاعيبتنا في السكواش البنات والولاد الحقيقه هم فخر لمصر بشكل عام. ومن شويه كنت بتكلم مع حضراتكم بقول لكم انه اكيد بتبقى حاجه لطيفه جدا فكره ان يبقى عندنا ابطال عالم وبطلات عالم في رياضات مختلفه مصريين ومصريات، يعني حاجه عظيمه جدا.